مساء الفل، مساء الجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بيكم في أولى حلقات لقاء مع آية. في لقاء مع آية هيكون معانا أخصائيين في مختلف المجالات، وهيكون معانا كمان مواهب مختلفة، كمان هيكون معانا بعض منتجات للعناية بالبشرة والشعر، كمان هنتكلم عن جمالك وبشرتك ونقدم لك نصايح ووصفات لجمالك. حلقة النهاردة حلقة مميزة ومنفردة بنوعها، هنتكلم عن دور مراكز التجميل والعناية بالبشرة والشعر. ضيفتي وضيفتكم اخصائيه العنايه بالبشره والشعر الاستاذه مروه السايح. اهلا بيك يا مروه. اهلا بيك يا ايه، منوراني النهارده في الاستوديو. ده نورك مروه. عاوزه اعرف منك دور مراكز التجميل والعنايه بالبشره والشعر، انت بتعملي ايه والبنات ازاي يهتموا بنفسهم لما يحبوا ان هم يروحوا مراكز تجميل والعنايه بالبشره؟ لازم البنات تفهم ان اللي انا بعمله في البيت غير اللي لما اروح مركز. انا في البيت بعمل حاجات طبيعيه، الماسكات الطبيعيه، لكن في المركز بيبقى يكون في اجهزه حديثه، اجهزه علاجيه تعالج كل مشاكل البشره. ايه طب ودور الهيدروفيشيال؟ الهيدروفيشيال دي تقنيه حديثه غير جراحيه، بتعتمد على ان انا هو بيبقى زي فاكيوم انا بشفط بيه من الطبقه الثانيه من الجلد الدهون والبلاك هيدز والوايت هيدز والحاجات دي كلها، وبعد الشفط هو بيحط لي، بيكون حاطه مثلا سيرم الهيلورونيك اسيد او مثلا ميه، عشان كده اسمها هيدرافيشيال، تنظيف مائي. تمام. فهو بيرطب الجلد، بيديله ترطيب عميق جدا. طيب بالنسبه لطبقات البشره بتختلف من نوع بشره ونوع بشره ولا هي طبقه معينه واحده بس؟ لا هي طبقه، يعني ربنا خلينا كلنا عندنا 3 طبقات للجلد. تمام. بس في انواع للبشره بقى، هي دي اللي بتختلف، وبناء على نوع البشره بنحدد ايه نوع الجلسه. طيب انواع البشره طبعا احنا عاوزين نعرفها عشان في بنات كتير ما تعرفش ايه هي نوع بشرتها. عندنا 4 أنواع للبشرة، البشرة الدهنية والبشرة المختلطة والبشرة الجافة والبشرة العادية. في ممكن بيشنت تقول لك أنا بشرتي حساسة، هي البشرة الحساسة بتكون حالة مش نوع، يعني أنا ممكن أكون دهنية حساسة، ممكن أكون جافة حساسة. فهم 4 أنواع للبشرة: الدهنية، المختلطة، الجافة، العادية. العادية دي الثلاثة دول بيتنافسوا إن هم يوصلوا لها أصلا. فكل نوع بشرة بنحددها وبنبدأ بقى نشوف إيه هنعمل لها، جلسات إيه أو هنحط لها ماتريال إيه. طب ايه الخطوات اللي انت بتعمليها يا مروه عشان خاطر عاوزه بشرتي تكون نضره ما فيهاش شحوب ما فيهاش تصبغات؟ تمام. بصي هما دول موضوعين مختلفين. التصبغات دي قصه لوحدها، التصبغات دي بتكون من تعرض للشمس، تعرض للحراره، تعرض للاضاءه، ما بنزلش بصن بلوك، ما بكررش الصن بلوك كل ساعتين. فالتصبغات دي بيكون ليها اجهزه بنعالجها بيها، زي الدرما بلانينج، تقشير بالالماس، تقشير بالدرما بين، دي تصبغات يعني بنعالجها بالتقشير. بالنسبه للنضاره، النضاره دي بنعالجها باجهزه تانية زي الهاي فريكوانسي ليزر او جهاز الالتراسونيك، دي موجات صوتيه برضو بتخترق طبقات الجلد. قبل ما بنستخدم الجهاز بنكون حاطين ماده او سيروم بيساعد في النضاره، زي مثلا سيروم فيتامين سي. فالسيروم فيتامين سي لو انت بتستخدميه في البيت بتاخدي مثلا عشان تلاقي نتيجه شهر، لكن لو جيتي المركز انت بتلاقي نتيجه من اول مره وبتقعد معاكي فتره طويله. طيب دلوقتي لان الاجهزه بتختلف يعني. طيب دلوقتي انا لو عندي مسام واسعه او رؤوس سوداء يعني نعمل كل ده في جلسه تنظيف البشره بس؟ كل ده بيتعمل في جلسه تنظيف بشره من اول مره. البلاك هيتس دي بتكون دهون اتاكسدت مع الجو والاتربه والكلام ده كله، فبتتعمل بالفاكيوم او بالسكرابر. ايه هو بقى الفاكيوم ده؟ جهاز بيعمل زي فاكيوم شفط للدهون. تمام. فاحنا بنشفط بعمق غير لما انت بتشيليها، يعني هي تبقى ظاهره مثلا في المنطقه دي، منطقه التيزون دي تكون ظاهره فيها البلاك هيدز. لو انت بتشيليها في البيت مثلا، في ناس بتستخدم الابر والكلام ده كله، بس كل الكلام ده غلط. هو المفروض تستخدمي الاجهزه، لان الاجهزه بتجيب الدهون على عمق من الطبقه الثانيه. تمام. فما بتطلعش تاني طبعا مع روتين بعد كده، يعني الناس تبقى فاهمه ان المركز روتين شهري، انت ليكي روتين يومي وليكي روتين اسبوعي وليكي كمان عندنا بقى في المركز روتين شهري، روتين شهري باجهزه. طيب انا لو حابه ان انا اعمل متابعه، المفروض اعمل متابعه كل شهر للتقشير بس ولا اعمل متابعه في العموم بس؟ هي البيشنت لما بتيجي احنا بنحدد لها ايه مشكلتها. هي ساعات ممكن تكون مش فاهمه ايه مشكلتها. تمام. يعني مثلا ممكن تقولي انا مش حاسه بنضاره. طب حضرتك عملتي تقشير كل شهر؟ تقولك لا. طيب ما هي طبقه الجلد اللي بتموت دي، يعني الجلد بيموت كل 28 يوم، فالطبقه دي لازم اشيلها كل 28 يوم او كل شهر. معانا تليفون. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اتكلم بالاستاذه مروه؟ اتفضلي يا حبيبتي معاكي. طب بالنسبه
اتفضلي. عايز اسالها بس على لما تكون البشره غامقه شويه اعمل لها حاجه في البيت ولا؟ سؤال تاني معلش، ممكن توطي التلفزيون؟ البشرة ما تكون غامقة وعايزة افتحها عشان فرحي بعد شهر اعمل ايه؟ لما البشرة تكون غامقة وعايزة افتحها عندها فرح بعد شهر، فرحها بعد شهر. التقشير بالدرمابان ده اسرع. شكرا لاتصالك حبيبتي، ميرسي جدا. التقشير بالدرمابان ده اسرع علاج واسرع نتائج، يمكن نتيجته ده الجهاز مثلا الوحيد في المركز اللي نتيجته من اول مره. لكن التقشير في تقشير تاني، يعني في درما بلانينج وفي الماس، بس دول بيحتاجوا كذا سيشن مش من اول مره. لكن التقشير بالدرما بين ده بيديها نتيجه وقتيه يعني من اول مره، بس بيحتاج انها تقعد في البيت 3 ايام كده. طب احنا معانا برضو فيديو عن التقشير الديرما بلانينج، ممكن نشوفه؟ اهو كده هنا كده. عملت اول حاجه ايه يا مروه اللي احنا بنعملها؟ هنا دي جلسه تنظيف عميق للبشره. هو هنا استخدمنا ده الكولاجين، استخدمنا بعديه جهاز الالترا سونيك الموجات الصوتيه علشان نعمل جلسه تاخير لظهور التجاعيد. تمام. ولو في فاين لاين برضو بنعالجها. تمام. الجهاز ده بيعالجها كويس قوي. ده جهاز الهاي فريكوانسي ليزر اللي بقولك عليه، ده بنحط بيقفل بيه المسام. فيتامين سي، ده بيعمل نضاره. نضاره؟ اه. نضاره. طب بتقفلي المسام برضو بعدها ولا؟ اه المسام برضو بعد الجلسه ما بتخلص المسام بتتقفل بالليزر طبعا. تمام. طيب يا مروه، عاوزين نعرف منك موضوع التقشير البارد والتقشير الكيميائي. في كتير مننا بيبقى خايف من التقشير الكيميائي ودايما بيتجه للتقشير البارد، انت تنصحي بايه؟ انا بنصح، او انا عن نفسي يعني انا بنصح بالتقشير البارد او انواع التقشير التانية، بس التقشير البارد هو كريم خفيف بيتحط في التلاجة وبعد كده معانا بنستخدمه. حنان. ايوه معاكي. اهلا بيك يا حنان، حضرتك اتفضلي حبيبتي. ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني؟ انا عايز حاجه يعني تكون سريعه لحبوب الشباب، اطفال الحبوب الشباب. ماشي، شكرا لاتصالك يا حنين. حاجه سريعه لاثار حبوب الشباب. التقشير بالالماس تقشير او التقشير بالالماس، بالدرما بين الاثنين كويسين او لاثار الحبوب. يعني الدرما بين هي من احسن الحاجات اللي بتجيب نتيجه بسرعه. هي من احسن الاجهزه اللي بتدي نتائج سريعه جدا ونتائج حلوه جدا. طيب لو بشرتها فيها حبوب بقى؟ لا بصي، هي الدرما بين ما تتطبقش على بشره فيها حبوب، ممكن لو حبايه اتنين هعرف اتفاداهم يعني ساعه الجلسه ماشي، لكن بشره فيها حبوب حيه لا، لازم اعالج لها الحبوب الاول، تاخد يعني كورس لعلاج الحبوب وبعد كده نبدا نشتغل درما بين. طيب بالنسبه بقى للدرما بين هنتكلم فيها، انت بعد ما بتخلصي الدرما بين بتحطي حاجه معينه عشان توصل للنضاره اللي هي الفائقه، وبتستخدمي براند معين؟ في ناس كتير يعني عندها اعتقاد ان انا مع الدرما بين بجيب سيرم فيتامين سي من الصيدليه وبستخدمه. اول الكلام ده مش مظبوط، لان السيرم معانا ميرفت من كفر الشيخ. اهلا بيك يا ميرفت. اي ممكن اتكلم يا استاذه مروه؟ اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي معاكي. اي عايزه حاجه لتفتيح البشره بس تكون في البيت. شكرا يا ميرفت. حاجه لتفتيح البشره بس تكون في البيت. الماسكات بقى، الماسكات الطبيعيه او بعض الكريمات، هي ممكن تتواصل معايا بعد البرنامج اقول لها على اسامي كريمات معينه. تمام. علاجيه تعالج لها الموضوع ده في البيت، او تستخدم الماسكات الطبيعيه زي الحنه البيضاء. الحاجات دي بتفتح يعني، الماسكات الطبيعيه. طب حلو جدا. طب مروه احنا نرجع لسؤالنا تاني عن الديرما بين، هل احنا بنستخدم حاجه بتحطيها بعد الديرما لنضاره البشره وبتستخدمي براند معين ولا مش حاجه معينه بس؟ الدرما بين الناس زي ما بقولك عندها اي اعتقاد ان انا ممكن اجيب سيرم فيتامين سي من الصيدليه واستخدمه مع الدرما بين. تمام. السيرم ده عباره عن سيليكون، فعلى المدى البعيد بيعمل لي سايد افكت يعني، هو مش صح. لكن الدرما بين بتستخدم بحاجه واحده بس، اللي هي كل العيادات ومراكز التجميل بيستخدموها. معانا برضو هو فيديو عن الدرما بين معانا، شوفوا دلوقتي معانا مع بعض على الشاشه. هو ده التقشير بالديرما بلاننج، ده تقشير الديرما بلاننج، ودي كانت الجلسات بتاعت. لا في فيديو تاني عن الديرما بين. طيب عاوزين نرجع معاكي يا مروه، الديرما بين برضو تنفع للفراغات اللي بتكون مع بعض هنا، فراغات الشعر لما بيكون عندنا فراغات او تساقط او صلع وراثي، كتير بينصحوا ان الديرما بين كويسه جدا. دي بتسمى الخلايا الجذعيه صح؟ المادة اللي انا بستخدمها، انا كنت عايزة اقولك على الميزوثيرابي للبشرة، احنا معانا بنستخدم الفيديو، معانا الفيديو بتاع الديرما بين.
لا ده الديرما بلاننج، ده الديرما بلاننج ده جهاز تقشير بيشيل طبقة الجلد برضو في ساعتها وبيفتح جدا. هو ده الديرما بلاننج اللي انت بتقولي عليه، بيقشر طبقات الجلد الميتة اللي هو كل شهر كل 28 يوم. ده المفروض تطبق كل 28 يوم علشان يعني بعد كده بنيجي نعمل ماسكات او وصفات طبيعيه بالظبط بشرتك تمتصها بسرعه وتجيب معاها نتيجه كويسه. هي لما بتيجي عميله تقول لك انا بجيب حاجات غاليه جدا ومش حاسه بنضاره، طبقه جلدك دي بتتكون شهر على شهر على شهر، هي اللي بتمتص منك كل البرودكت الغاليه اللي انت بتستخدميها، فانا المفروض كل شهر تروحي تشيليها، بعد كده تبداي بقى على بشره ناعمه. بالنسبه للديرما بين احنا بنستخدمها مع الميزوثيرابي، الميزوثيرابي ده المواد العلاجيه اللي انا بستخدمها سواء للبشره او للشعر. تمام. الشعر بتكون الخلايا الجذعيه ودي بتساعد على انبات الشعر، وقف تساقط، علاج الصلع الوراثي او خلاص الصلبه. تمام. بصي يا مروه، احنا لما بنيجي نستخدم الديرما بين الفراغات بتاعه الشعر المفروض نعملها كل قد ايه؟ الديرما بين سواء البشره او الشعر بتطبق مره كل اسبوعين او مره كل شهر، مش هينفع اقل، يعني ما ينفعش قبل الاسبوعين، يا مره كل اسبوعين يا مره كل شهر، ساعتها بقى احنا بنسيبها يعني الحاله الماديه للعميل. طيب بالنسبه لتساقط الشعر نفس الكلام، بنعمل ديرما بين، بس لما بنيجي نبدا جلسات الديرما بين بيكون في كمان تابلت هي بتاخدها اقراص فيتامينات، عشان البصيله لازم العلاج من بره والعلاج من جوه، فبعمل ديرما بين مع خلايا جذعيه وهي بتاخد اقراص. تمام. معانا دلوقتي اتصال. مروه اهلا بيكي. ممكن اتكلم استاذه مروه؟ معاكي يا حبيبتي اتفضلي. ممكن عايزه بس حاجه لتفتيح البشره عشان فرحي بعد اسبوعين. شكرا ليك يا مروه. ممكن تعمل فرح بعد اسبوعين، ممكن تعمل تقشير الماس. تقشير الالماسي بيجيب نتيجه يعني تعملها جداً. مره كل اسبوع؟ لا بيتعمل مرتين، عايزه ممكن يتعمل مرتين في الاسبوع لو هي عندها مثلا مشكله بشرتها او عندها تصبغات، يعني وهي مستعجله وعندها فرح. لو هي مستعجله هي مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع. تمام. مروه برضو انت كنت قلتي لي ان الديرما بين والخلايا الجذعيه دي بتخلي الشعر بيجيب معاه نتيجه كويسه اسرع لما بنستخدم ميزوثيرابي. طب لو حطينا زيوت ومثلا بعد الديرما بين وخلصنا جلساتنا عنها، ايه المفروض نعمله الروتين اللي احنا نمشي عليه؟ لا هي ساعه الجلسه او بعد الجلسه 3 ايام هي ما بتستخدمش اي حاجه، هي بتكون اصلا فروه الراس، يعني هي دي ديرما تقنيه المايكرو نيلدنج، هي ابر فبتكون اصلا مفتوح، فبتقعد 3 ايام ما بتستخدمش غير مضادات حيويه. بعد الجلسه بقى هي بتهتم ازاي؟ بتهتم باكلها وبالفيتامين. طب عايزينك تكلمينا بقى عن التقشير الالماسي كده وتفهمينا الدنيا فيه ايه. تمام. التقشير الالماسي هي عباره عن قطع دايموند، دايموند حقيقي اللي بيتلبس زي ذهب، بيكون مكثف بزوايا معينه، بتركب على جهاز سكشن، جهاز شفط، وبنمشي بيه على البشره في اتجاه الدوره الدمويه، هو بيقشر في ساعتها. تمام. وبيدي نضاره، هي بتطلع جلو جدا، يعني هي بتطلع بتلمع منه. التقشير طب هو جداً. الاحسن بقى ولا التقشير اللي هو الديرما بلانينج؟ لا هو ده حاجه وده حاجه، والاثنين لازم يتعملوا، يعني ما لهوش علاقه ببعض، ده بيشيل وده بيشيل، بس التقشير مع الفاكيوم او التقشير مع الشفط. تمام. بعمل زي حجامه جافه للوش، فبيديها نضاره مع التقشير. معانا هدير من كفر الشيخ، اهلا بيك يا هدير. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. ممكن اسال اذا مروه حاجه؟ اتفضلي حبيبتي اتفضلي. ممكن يعني هو العسل الابيض والبيكنج باودر بيفتح البشره؟ ماشي شكرا ليك. هو العسل بيرطب، بيكنج باودر بيفتح. تمام. فهي عملتهم الاثنين مع بعض يبقوا كويسين جدا. طب هيتعملهم كل قد ايه بقى؟ هو الماسكات بتتعمل مره في الاسبوع. تمام. يعني مش ممكن نغير في الروتين هي بتعمل حمام بخار وبتعمل بعد كده سكراب وبعد كده بتحط الماسكات بتاعتها. يعني المفروض نعمل ماسكات ونجدد فيها كل اسبوع؟ كل اسبوع مره. يعني مش شرط نعمل اكتر من ماسك في الاسبوع، 3 ايام مثلا في الاسبوع؟ لا هو اليوم الواحد ممكن تعمل ماسكين ثلاثه يعني في نفس اليوم. تمام. ماسك للدهون، ماسك للتفتيح، ماسك للترطيب، زي ما احنا بنعمل في السيشن بالظبط. طب بالنسبه بقى للهالات السوداء نعمل ايه؟ الهالات السوداء كتير مننا بقى بنشتكي من الهالات السوداء وتعبانه كتير جدا، كمان احنا بنسهر وبالذات الامهات بقى، قولي لنا نعمل ايه وحلها ايه. هو انا لازم اعالج السبب الرئيسي، يعني انا مبقاش بسهر واجي اعمل جلسات مثلا ديرما بين وميزوثيرابي، طيب وما انت بتضيعي لي الجلسه تاني، فانت لازم تعالجي الاسباب الرئيسيه. ايه اسباب الهالات؟ ليها اسباب كتير قوي. اولا استخدام خاطئ لتحت العين، يعني تحت العين هو بالصباع ده كده، دي اضعف عضله في الايد، فانا بعمل بطريقه الطبطبه، اما اجي احط اي كريم او اي حاجه بعمل بطريقه الطبطبه كده من جوه لبره،
لكن كده دي اصلا هنا بيبقى فيه شرايين صغيره جدا على العظمه اللي تحت هنا، مش على العظمه، تحت العين على طول، تحت العين مباشره. انا بدهن هنا كده كريم للهالات مثلا او اي حاجه، اي كريم انا بدهنه بيبقى بالصبع ده وبطريقه الطبطبه. في ناس بتحط كده او الميك اب او الفاونديشن بيعملوه كده، ده بيسبب هالات. معانا جميله من البحيره. الو. ايوه اهلا بيكي يا اميره، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا فندم. سؤالك يا اميره. حضرتك انا بسال على ترطيب للايد بس يكون سريع وفعال. شكرا ليكي يا اميره. ترطيب للايد ويكون فعال. هي ممكن تعمل مثلا الزبادي بالعسل، الزبادي بالعسل بيرطب جدا. طب لو مؤشر بقى مقشر، فيه بقى سكرابات كتير موجوده في الصيدليه، هي ممكن تجيب. لا لو عايزه تعمل حاجه طبيعيه في البيت، السكر بس يكون مطحون يا جماعه، لان حبايه السكر حاميه، حبايه السكر كبيره وحاميه، فاطحن السكر كويس قوي انعمه، بعد كده ممكن اعمل سكر وعسل او سكر مثلا وزيت زيتون، واعمل سكراب بايدي طبعا، واحاول بقى ان انا ايه احافظ طبعا غسيل المواعين والحاجات دي كلها بتنشف الايد جدا. طيب يا مروه، انت كمان بتدي دبلومات للتجميل، يعني عاوزين نعرف انت بتدي الدبلومات دي في وقت قد ايه، وهل هي تبع لنقابه معينه؟ دبلومه التجميل بتكون في دبلومات تبع نقابه المهنه التجميليه، وفي دبلومات بتكون موثقه من الخارجيه المصريه. الخارجيه المصريه الفرق بينهم ان لو حد مثلا عايز يسافر بره مصر بيحتاج شهاده عليها ختم الخارجيه المصريه، دي ما احنا بنقدر نوفرها. الدبلومه بتكون دبلومه نظريه ودبلومه عمليه. معانا هدير من كفر الشيخ. الو. ايوه هدير معاك. ايه هو ماسك القهوه كويس، بيفتح البشره وحلو كويس. ماشي شكرا. إيه القهوه طبعا من اكتر الحاجات المضادات للاكسده، فهي تستخدمها حلوه جدا كسكراب وحلوه جدا كماسك تفتيح ومضاد للاكسده، ما تخليش تصبغ بسرعه يعني. تمام. طيب يا مروه كلمينا عن الدبلومه بتاعتك كده بسرعه. تمام. الدبلومه بتكون دبلومه نظريه شامله، الدرماتولوجي هي بتدرس تشريحي طبقات الجلد وانواع البشره، وبعد كده بتتدرب نظري على الاجهزه، بنوفر لها كل يوم موديل لتدريب عمل الجلسات. بعد الدراسه هي بتحصل على شهاده يا اما من نقابه المهن، ممكن عامله زي كارنيه، بيطلع لها كارنيه اخصائيه بشره في نقابه المهن التجميليه، او من الخارجيه المصريه لو هي عايزه تسافر بره مصر. طيب انا لو هاخد الدبلومه هاخدها في كام يوم؟ هي الدبلومه يعني ممكن تبقى مكثفه مثلا 5 ايام ورا بعض بعدد ساعات 4 ل5 ساعات يوميا، او لو مش مكثفه بتبقى مره في الاسبوع لمده شهر ونص. هي تبع برضو لو هي هتسافر بره عادي طبعا ممكن تاخدها من هنا. هي بتاخد الدبلومه من عندنا عادي، وبعد كده بتاخد الشهاده بتوثقها بقى حسب البلد اللي هي طالعه فيها. طبعا هي في كل المحافظات مش في محافظه معينه. احنا الدبلومه متوفره في كل المحافظات. طيب انت طبعا عندك مركز بتدي برضو دبلومات فيه. طيب مركزك فين بقى بالظبط عشان البنات تبقى؟ انا في اسكندريه في جناكليس على الترام. تمام. اولا يا مروه حلقتنا يعني خلاص على وشك الانتهاء، عاوزين نعرف منك بقى سريعا كده قبل ما الحلقه تخلص، تنصحي البنات بايه بالنسبه اللي هم يهتموا ببشرتهم؟ انصحها انها تحافظ على الروتين، اي حاجه من غير روتين ملهاش فايده. روتينك اليومي اللي هو بيبقى الغسول والصن بلوك والمرطب والتونر، روتينك الاسبوعي، وروتينك الشهري عندنا في المركز. لازم تيجي تعملي جلسه تقشير، ولازم تعملي فيشيال عميق باجهزه، ولازم تعملي جلسات للنضاره، ده اللي هيحافظ على بشرتك. طب ممكن نشوف الصور بتاعه نضاره البشره كلها معانا قبل وبعد. طيب نكمل مع بعض. قولي لي يا مروه، انت طبعا من الناس اللي بتهتم بالتقشير البارد اكتر من التقشير الكيميائي، تحبي انت دايما تقولي لي اي التقشير البارد عندي احسن من التقشير الكيميائي. طب تنصحي البنات بايه علشان خاطر لو عندهم مثلا مناطق غامقه في جسمهم؟ التقشير البارد طبعا. يعني بتعمليه ازاي؟ او هو مثلا كريم بيتحط على الجسم ولا لا؟ هو ليه بيتسمى بارد؟ لانه بيتحط في الثلاجه، فبيكون كريم خفيف على الجلد، ما بيعملش ما بيسببش اي التهاب زي مثلا التقشير الكيميائي ممكن يلهب البشره. في انواع بشره ما ينفعش معاها التقشير الكيميائي اصلا، بشرتها حساسه. فالتقشير البارد ده هو كريم بيتحط بيقعد 5 ايام، بتلاقي هي الجلد عندها معاها تقشر لمده 5 ايام دول. طيب يعني انا المفروض اعمله عند دكتور او عند اخصائي معين، ما ينفعش ان انا اعمله لوحدي في البيت؟ لا طبعا الحاجات دي ما ينفعش استخدام شخصي في البيت.
طب بالنسبة لو لأماكن معينة في الجسم مش على البشرة بس، يعني أنا لو الجسم مش موحد ينفع أعمل التقشير البريد ليه ولا التقشير الكيميائي؟ لا البارد برضه، انا نفسي انا كمرة يعني انا بحب التقشير البارد. معانا ناهد من الفيوم، اتفضلي يا ناهد. ممكن اعرف تفتح القهوة احط على وشي وافركه ولا احط واغسله وخلاص؟ ماشي شكرا ليك يا ناهد. هي لو هتعمل سكراب فهي هتعمل حركات دائرية طبعا عكس عقارب الساعة، مساج خفيف كده ده هيبقى سكراب. لو هي عايز تعمله ماسك ممكن بقى تعمل قهوة، في ناس تعمل قهوة باللبن، في ناس بتعمل قهوة وعسل وبيحطوها كماسك. تمام. طب في ماسكات معينة يا مروة بتنصحي بيها البنات تداوم عليها على طول؟ لا مش ماسكات معينة، بس هو البشرة بتحتاج ماسك حسب نوع بشرتي. انا لو بشرتي جافة هحتاج ماسكات الترطيب، لو بشرتي دهنية هحتاج الماسكات بتاعة الدهون. بعد احتياج بشرتي هيجي ماسك تاني للترطيب بقى وماسك للتفتيح. يعني هو 3 ماسكات، انا هفترض معاكي ان انا بشرة دهنية فاحط ماسك للدهون، يعني ماسك يمتص الدهون زي الطمي المغربي والحنة البيضاء والماسكات الطبيعية دي بتساعد على انها تمتص دهون البشرة او تنشفها. بعد كده برطب، بعد كده بحط ماسك تفتيح. بس كده هما 3 انواع ماسكات كفايه قوي. ايه طيب لحنا بقى لو هنتكلم عن منتجات الاحسن ولا الماسكات الطبيعيه في البيت، او ان الروتين اللي هنمشي عليه سواء منتجات او وصفات؟ لا هي الروتين اللي بتمشي عليه في البيت بيكون الحاجات الطبيعيه طبعا افضل. الروتين الشهري بقى عندنا في المراكز احنا بنستخدم كل الحاجات الطبيه مع الاجهزه. طيب انت البراندات اللي انت بتفضليها في شغلك؟ او انا يعني بدون ذكر براند، بدون ذكر اسامي طبعا، بس في براندات كتير جدا في التجميل بتكون براندات طبيه. براندات طبيه دي احسن طبعا بكتير، يعني حاجه طبيه يعني ملهاش اي اضرار على البشره يعني. لان الاجهزه بتحتاج معاها حاجات طبيه طبعا. المراكز بنتكلم على ان فيها تعقيم، حاجه يكون يعني امنه، بالذات ان احنا في فتره كورونا كل واحد بيبقى خايف يروح، موضوع بقى نقل العدوى الفيروسات. طبعا انت عندك تعقيم جامد جدا في هو المركز. التعقيم ده من قبل الكورونا، من العميل بيتعقم من قبل الكورونا. لا الموضوع بقى بتعقم. دلوقتي بقى يخوف اكتر بقى يعني. ازيد. فطبعا بقى التعقيم بره الباب الاول، بعد كده تدخل من الباب في تعقيم تاني لحد ما توصل على الشيز لونج في تعقيم، الاجهزه كلها بتتعقم. هي جهاز نفسها التعقيم هي نفسها بتتعقم يعني لازم، عشان هي وانا شغاله ممكن ايديها تيجي على بشرتها. فلازم طبعا التعقيم. طيب يا مروه انت بقى يعني لو انا عاوزه اجيلك اعمل جلسه تنصحيني اول حاجه اعملها ايه لبشرتي؟ على حسب ده انت ايه يعني ولا حد ايه؟ كايه. انت كايه يعني انت هنصحك تعملي جلسات مثلا نضاره، ان بشرتك ما فيهاش صبغات، مش محتاجه، ما فيهاش اي مشاكل. فممكن تعملي درما بين ميزوثيرابي نضاره، ممكن تعملي تقشير بيلينج خفيف كده يديكي جلو كده يعني. بس كده يا مروه؟ بس يعني الموضوع الموضوع مش صعب ومش يخوف ومش يقلق، بل مفيش حاجه خالص توجع. هنعتني ببشرتنا وبجمالنا، مش بس بالوصفات الطبيعيه والمنتجات العنايه بالبشره، كمان دور مراكز التجميل لها دور فعال جدا، كمان في تعقيم. يعني الموضوع ما يخوفش وما يقلقش ان احنا نشتغل على نفسنا. لما كستات بقى احنا دايما كبنات وستات بنحب ان احنا نهتم بجمالنا. طيب بالنسبه للميك اب يا مروه، اللي بيحط ميك اب كتير، طبعا بنات كتير بتداري عيوب بشرتها بالميك اب، تقول لهم ايه علشان خاطر طبعا عارفين ان الميك اب مضر جدا للبشره؟ ايا كان الميك اب اللي هي بتستخدمه هستاذنها بس في حاجه، ان هي تحط برايمر قبل الميك اب عازل، يعني ما بحطش الميك اب على بشرتي، المسام هتتشربه فهيأذيها، هيطلع لها بعملها مشاكل كتير قوي، هيسد المسام وهيعمل مشاكل. حطي برايمر، حطي عازل مثلا جل الصبار ده برايمر طبيعي وحلو جدا، ممكن تحطه قبل الميك اب، بلاش نداري عيوب البشره بالميك اب. طب انت تنصحيهم بايه بقى يا مروه؟ نصيحه اخيره كده. نصيحه اخيره، لو عندك اي مشكله في بشرتك بتتعالج، لو عندك تصبغات، عندك مسام واسعه، عندك حبوب، عندك اثار حبوب، عندك هالات، عندك اي مشكله في بشرتك ليها عليك، فعالجي المشكله احسن ما تداريها بالميك اب. حبيبتي يا مروه انا كنت سعيده جدا ان انت معايا النهارده، انا مشرفاني ومنوراني. طبعا ان شاء الله هيكون ليا جلسه عندك، وان شاء الله انت كمان مش هيكون اخر لقاء ما بيننا. انا اتنورت، اتشرفت بيكي ايه والله. حبيبه قلبي يا مروه. مشاهدينا الاعزاء وبكده انتهت حلقتنا، اتمنى تكون نالت اعجابكم، بشكركم جدا، وانتظروني ان شاء الله في حلقه جديده ولقاء مع ايه.